من سنن العيد الإنسان يغتسل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل لعيد الأضحى وعيد الفطر صلى الله عليه وسلم، يلبس أجمل ثيابه، يضع يعني رائحة طيبة، يخرج مبكر إلى صلاة العيد، يذهب ماشيا، يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. إن كان عيد الفطر صلى الله تعالى أن يبلغنا إياه، يأكل قبل أن يخرج إلى صلاة العيد، ويأكل تمرات ويكون على وتر، فإن لم يحصل تمر أي شيء يأكله، المهم يأكل قبل أن يذهب إلى صلاة العيد، إظهارا لشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه أنه أتم له صيام شهر رمضان. يكبر الله تبارك وتعالى من ليلة العيد، يعني إذا قدر أن غدا العيد مثلا من تغيب شمس هذا اليوم خلاص دخلت ليلة العيد، يبدأ التكبير، تكبر وانت تمشي، تكبر وانت في البيت، تكبر وانت في السيارة، تكبر وانت في الدوام في الديوانية، أي يمكن كبر، كبر الله تبارك وتعالى، ولتكمل العدة ولتكبر الله سبحانه وتعالى. فيكبر الله إلى أن يبدأ خطبة العيد من أو تبدأ صلاة العيد. يستحب الإنسان أن يهنئ إخوانه المسلمين بحلول العيد، ونسأل الله أن يتقبل منهم طاعتهم، هذا أمر يستحب.